ومعايا اعلامي تاني على التليفون، فانا برضو حابه ان احنا ناخده ونرحب بيه. معايا استاذ وائل لطف الله، اهلا بيك يا استاذ وائل، رئيس تحرير جريده كاريزما بكاليفورنيا. اهلا اهلا استاذ رضا، الف الف مبروك، ايه الجمال ده، ربنا يباركك بجد. الف مبروك على استديوهاتكم الجديده، وانتم عاملين شغل جامد جدا، وانا بعتبر نفسي من اسره السمير الصالح. طبعا فعلا قضيت معاكم احلى ايام. طبعا طبعا احنا بنعتز بيها الايام دي يا وائل، وقد ايه انت كنت برضو بركه لينا وفوزتينا واضافه جديده. انت اعلامي شاطر وربنا يباركك. اشكرك بجد، انتوا يعني اسره مجتهده جدا وعاملين شغل جامد جدا جدا، وبجد الف الف مبروك، اتمنى لكم كل خير وسعاده وامل. وانا بيعجبني كمان طموحاتك استاذه رجاء في الميديا، انت حابه توصلي لكل شخص بيتفرج عليكي من القلب. ربنا يخليك يا وائل. نبرة صوتك حتى مميزه جدا وبتفرق كتير مع المشاهد. ربنا يخليك. وبيحب يسمعك ويتفرج على البرامج بتاعتك وعلى كل الكرو اللي معاكي، وفعلا عاملين شغل جامد جدا جدا جدا. اشكرك يا وائل، ويعني انا اتمنى يعني طبعا دي شهاده اعتز بيها من حد في الاعلام لما يقول كده، طبعا دي حاجات تبقى وسام على صدري. اشكرك يا وائل، ويعني انا نفسي تكون معانا، كنت انا عارفه بس بسبب كورونا والزحمه والوقت ده. المسافه كمان بعيده، المسافه بعيده. انا بعتذر جدا جدا. ان شاء الله المرات الجايه تكون معانا في الاستوديو ونرحب بيك وناخد وقت نتكلم. نفسي اتكلم معاك على الجريدة بتاعتك، ونفسي تقول لي كده في عجالة كده. في خبر جديد كمان حلو عايزة اطرحه من خلال الشاشات التلفزيون بتاعتكم. احنا يعني من كام شهر عملنا ويب سايت جامد جدا، نشكر ربنا. كاريزما ديلي .com. حلو. هو موقع بيخدم الجالية العربية في امريكا وفي كندا وفي استراليا وفي كل الاماكن اللي فيها العرب في جميع انحاء العالم. برافو نشكر ربنا. برافو. خلال اسبوعين ثلاثة هيكون في اب على الموبايل، حضرتك بتنزليه على موبايلك، يجي كل الاخبار اللي تخص كاليفورنيا وكل الولايات وكل العالم من خلال الاب ده على موبايل. حلو خالص، اسهل طبعا كمان ان انت بالابلكيشن تقدر تشوف وتتفرج على التليفون على الاخبار والحاجات دي، حاجه جميله صحيح. جدا يا وائل. صحيح. برافو. ابل واندرويد. برافو برافو، حلو قوي قوي قوي. الويب سايت بتاعك اسمه ايه؟ يا ريت تقول لنا، انت برضو يعني من الناس الجميله اللي تعز علينا ونحب انه نشوف نجاحاتك، لان انت حد مجتهد وحد ناجح، واحب قوي ان انت تنجح. قول لي الويب سايت. كاريزمادايلي.com. حلو خالص. والابلكيشن هيبقى اسمه برضو كاريزما نفس الاسم. طب حلو خالص. انا يعني بشجع كل السادة المشاهدين ان هم ينزلوا الابليكيشن وان هم يستمتعوا بالاخبار. انا عايزه اقول لك انه كمان مش بس اخبار وخلاص، الاخبار بمصداقيه فيها فرق كبير قوي. صحيح بتفرق كتير كتير. كمان احنا بنعمل حوارات صحفيه واعلاميه مع نجوم المجتمع ورجال المجتمع، وصلوا بالفعل في دول المهجر وعملوا شغل كويس وبتشاف. حلو خالص. عارف النجاح دايما بيجي من الصدق، ويمكن عشان انت امين على الاخبار دي طلعها بامانه، ربنا بيباركك وبتنجح ومن نجاح لنجاح اكتر كمان. الف 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 شكر، والف مبروك على استديوهاتكم الجديده، ويا رب كده في تطور على طول. وانا سامع ان في برامج جامده جدا نازله الفتره الجايه. احنا قاعدين مش ماشيين يا وائل، قاعدين نتفرج على البرامج من دلوقتي. وانا معاكم. يلا بينا. سلام يا استاذ هاني ايوب كتير. حاضر. ويا رب كده اشوفكم في احسن. حاضر، اشكرك جدا، وشكرا على مداخلتك ومعايدتك الرقيقه، كتر خيرك. اشكرك جدا. شكرا شكرا.